محاضرة رقم 14. المحاضرة السابقة تكلمنا على القسم الأول للبود دايجرام الجوريثم، وضحنا كيفية إيجاد الماجنيتيود والفيس أنجل للكي كونستانت والجي أوميجا والوان أوفر جي أوميجا. هذه المحاضرة راح نكمل القسم الثاني Part 2 of Bode Diagram Algorithm. راح نتكلم أول شيء على الترانسفير فانكشن يما تحتوي على 1 plus J أوميجا تاو. و 1 over 1 plus j omega tau. خلينا نبدي 1 over 1 plus j omega tau. طبعا اللوج ماجنيتيود هي تساوينا 20 log magnitude of 1 over 1 plus j omega tau. لوغاريتم راح تكون تساوي 20 log 1 minus 20 log magnitude of 1 plus j omega tau. طبعا log 1 هو 0 فالماجنيتيود لل 1 over 1 plus j omega tau هتساوي لي ماينس 20 لوج الماجنيتود 1 بلاس جي أوميجا تاو، هو عبارة عن سكوير روت تحت الجذر 1 تربيع 1 بلاس جي أوميجا تاو تربيع، يعني أوميجا تربيع تاو تربيع بلاس أوميجا سكوير تاو سكوير. هذا هو الماجنيتيود لي ال 1 over 1 بلاس جي أوميجا تاو. طبعا راح نيجي ناخذ أول شيء بالنسبة للترددات القليلة لو فريكوينسيز بالنسبة للو فريكوينسيز اللي تكون الأوميجا أقل بكثير من الوان أوفر تاو، فبهذه الحالة هذا راح يصير جدا يعني مقدار كلش قليل، فراح يصير قريب للصفر، فراح تكون عندي الماجنيتود هي عبارة ماينس 20 لوج جذر 1، لأن هذا حيصير قريب للصفر، جذر 1 يعني لوج ال 1 ويساوي لنا ماينس 20 لوج ال 1، لوغاريتم ال 1 هو صفر، فالماجنيتيود لللو فريكونسيز يساوي لنا صفر.
for high frequencies اللي الأوميجا تكون أكبر بكثير من 1 over tau فراح يصير هذا هنا راح ينهمن مقارنة بهذا المقدار هذا لأنه راح يكون كلش كبير فراح يصير عندي ماينس 20 لوج تحت الجذر أوميجا سكوير تاو سكوير هذا حيصير صفر حينهمل فراح تبقى لي بس الماجنيتو تساوي ماينس 20 لوج تحت جذر أوميجا تربيع تاو تربيع راح يبقى لي بس أوميجا تاو فعندما الأوميجا يساوينا 1 over tau ايش راح يصير عندي minus 20 log 1 يساوينا 0 اللي هو low frequencies عندما أوميجا يساوينا 10 على تاو ايش راح تبقى لي بهذه الحالة minus 20 log 10 يعني هنا يعني ما راح نجي نعوض بدال اوميجا 1 over tau ايش راح يبقى لي التاو راح يروح ويا التاو يبقى لي بس 1 فلوج 1 minus 20 log 1 هو 0 فيصير 0 بينما اذا 10 over tau الأوميجا 10 over tau التاو يروح ويا التاو تبقى شنو لوغاريتم العشرة هي 1 فراح يصير ماينس 20 في 1 ماينس 20 فماينس 20 لوغ 10 يعني ماينس 20 في لوغ 10 هو 1 راح يصير عندي ماينس 20 فمعناتها الديكيت مالتي الديكيت السلوب راح يكون بمقدار شقد ماينس 20 لكل ديسيبل طبعا لكل ديكيد بس نجي عليه هذا نوضحه بالرسم فمعناتها الرسم مالتي راح يكون قلنا فور لو فريكونسيز زيرو فإذا كان هذا 1 over 20 تاو 1 على 20 تاو وهنا عندنا 1 على 10 تاو وهنا عندنا 1 على 5 تاو و 1 على 2 تاو و 1 على تاو 2 3 على تاو 10 على تاو وعشرين على تاو فالماجنيتيود بالديسيبل احنا قلنا for low frequencies اللي هي اقل من 1 over tau الماجنيتيود تشقد كانت 0 فمن هنا طبعا هذا approximation تقريب رسم تقريبي ف من هنا هو زيرو و عشرة على تاو هو كان ماينس عشرين فهذا هو الديكيت ماينس عشرين بالعشرة اوفر تاو فهذا هو السلوب فهذه نسميها احنا الكورنر الكورنر frequency عندما الأوميجا تساوي 1 over tau وهنا الديكيت اللي هو مقدار ماينس 20 لكل السلوب العفو ماينس 20 لكل ديكيت فهذا هو الماجنيتيود of 1 over 1 plus j omega tau
بالنسبة للبارت 2 احنا مثل ما نعرف بالبود دايجرام عندنا ماجنيتيود والفيس. بالنسبة للفيس، الفيس نعرف هو عبارة عن شنو؟ تان انفيرس الايماجينري بارت اوفر الريل بارت. فأنا بالنسبة لل 1 اوفر 1 بلاس جي اوميجا تاو الفيس الها الفاي تساوي طبعا هذا صفر، ورأسا راح نقول هذا صفر ماينس، راح نجي على هذا البارت المقام هنا أنا عندي صفر اللي هو تان انفرس اوف لان ايماجينري اوفر الريل ايماجينري، يعني خلينا نجي عليها بالتفصيل. هنا الايماجينري بس بيريد، يعني الايماجينري جاي زيرو، ما عندي ايماجينري، فحصل عندي تان انفرس الايماجينري زيرو اوفر الريل واحد. كملنا من البسط، هسه نجي على المقام ماينس، المقام عندي تان انفرس الايماجينري اوميجا تاو على الريل واحد، تان انفرس اوف زيرو هو زيرو، فالفاي تساوي لنا ماينس تان انفرس اوميجا تاو ماينس تان انفرس اوميجا تاو. فباللو فريكونسي يعني الاوميجا يساوي لنا زيرو، معناته الفاي قد يساوي لنا زيرو، بينما بالكورنر فريكونسي، هذا الكورنر فريكونسي اللي هي يعني الاوميجا يساوي لنا 1 اوفر تاو، عندما الاوميجا يساوي لنا 1 اوفر تاو فراح يصير عندي الفاي يساوي لنا ماينس تان انفرس يعني هنا راح يصير تان انفرس يعني الاوميجا 1 اوفر تاو، فراح يصير تان انفرس 1. التان انفرس 1 هي راح يصير عندي الفاي معناتها ماينس 45 ديجري، بينما عندما الاوميجا go to infinity high frequencies فتان inverse of infinity هو 90 درجة، فراح يصير معناته الفاي سنة ماينس 90 ديجري. فإذا رسمنا بنفس الرسم للتوضيح الفاي، الفاي راح يصير عندي ما بين الصفر وبال 1 over tau ماينس 45 وماينس 90، فراح يصير هذا الرسم طبعا هنا بعدين بالأمثلة حيكون أكثر وضوح. هذا بالنسبة للفاي. طبعا أحد مميزات اللوج ألغوريثم هو إذا أجي أريد أوجد الماجنيتيود والفيس، يعني أنا بالمثال السابق شرحت ال 1 بلس 1 أوفر 1 بلس جي أوميجا تاو. بالنسبة لل إذا أريد أوجد الماجنيتيود والفيس لل 1 بلس جي أوميجا تاو، نفس السابق الرسم السابق بس الإشارة تتغير، يعني الزائد يصير ماينس والماينس يصير زائد. يعني بهذه الحالة راح يصير راح يصير عندي 20 لوج للماجنيتيود اوف 1 بلس جي اوميجا تاو، هو نفس عكس الاشاره بس عندي اللوج للماجنيتيود اوف 1 اوفر 1 بلس جي اوميجا تاو، والاشاره الزاويه الفاي لل 1 بلس جي اوميجا تاو يساوي تان انفرس بدل من ماينس تان انفرس، تان انفرس ل الاوميجا تاو اللي هو عكس اشاره زاويه اللي وجدناها بالاشتقاق السابق لل 1 اوفر 1 بلس جي اوميجا تاو. فبهذه الحاله الرسم راح يصير عندي نفس هذاك الرسم، بس بدل يعني الصفر يبقى صفر بالنسبة للماجنيتيود، بس بدل ماينس 20 يصير زائدا 20، فالديكيت يكون بهالشكل السلوب، والزاوية بدل ما تكون بين الصفر والناقص 45 والتسعين هتصير الزاوية بين الصفر والناقص
الخمسة وأربعين بالكورنر فريكونسي، خمسة وأربعين، وبدال ناقص تسعين حصير إلى التسعين.